جمعية اسمها جمعية البر بالفتيات دار الفتاة. اسمي زينب علاوي، رئيسة الجمعية. هذه الجمعية تأسست في 1973، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل بجد وتعمل ما في إمكانها باش توصل لواحد المستوى العالي. وفي 2004 شنها صاحب الجلالة في هذه البناية اللي راكم فيها الآن. هاد الفتيات تقريبا عندنا 80 فتاة من البادية ومن الحضر، من المدينة ومن البادية. دائما الشروط عندنا للاندماج في هذه الجمعية، أولا السن ما بين 6 سنين ل 18 عام، معوزات، يتيمة الأب، يتيمة الأم أو يتيمة الأبوين، أو معوزات أو في آباؤها في ظروف صعبة، إما السجن إما شيء آخر. البنتات تنتكلف بهم بالمبيت والأكل والشرب واللباس والدراسة والتنشيط والترفيه، الرياضة إلى آخره. المجموعة ديال الفتيات تقريبا عندنا جوج البنتات برلمانيات يشاركوا في البرلمان، عندنا مجموعة الفتيات عندهم دائما كؤوس في الرياضة، عندنا مجموعة الفتيات عندهم تحصلوا على معدلات مهمة جدا. اللي مهم في هذه المؤسسة هي أنها مؤسسة محمد الخامس هي الشركة ديالنا، فهي تقريبا هما اللي بنوا لنا المؤسسة، هما اللي أسستوها، ومن بعد يبقوا مواكبين معنا المسيرة. الأهداف المرسومة لهذا الفتيات هو الخروج من داك الوضعية الهشة فاش عايشين، ثم التربية الصحيحة، الدراسة، المرافقة الصحية، المرافقة التربوية، المرافقة التنشيطية، المرافقة الرياضية، حتى توصلوا إلى البكالوريا. من بعد عاد نوجههم دار الطالبة أو إذا كان شي اختصاص، إما التكوين المهني وإما شيء آخر، تبقاو تابعينهم حتى تاخذوا الوضعية اللازمة. بالنسبة للفتيات المرتفقات هنا عندكم في الجمعية، واش كيستمروا يعني شحال النسبة المئوية ديال الفتيات اللي كيستمروا منذ الدخول إلى الجمعية، منذ الإخراج الجمعية ديالكم إلى غير التخرج، واش كاين شي نسبة منهم اللي كيتخلاو لسبب أو لآخر؟ هناك بعض الفتيات اللي تيتخلاو نظرا للظروف العائلية ديالهم، إما تيزوجهم غصبا عنهم، وإما تيرحلوا لأماكن أخرى، ولكن غالبا تقريبا 80% يواصلوا الدراسة إلى الآخر. بالعودة للأهداف ديال الجمعية، شنو اللي تحقق من هذه الأهداف هذه؟ وشنو الحاجة اللي ما تحققش واللي كنتو كتبغيو باش أنها تحقق؟ حنا تحققنا بزاف ديال الحمد لله ديال الأهداف، فالبنات تقراو مزيان، عندهم مستوى مهم، ترباو لأن تيجيونا في واحد الوضعية صعيبة من ناحية التربية. تنحاولوا ما امكن يعني تنقوموهم على التربيه الصحيحه، ومن بعد تنحاولوا ما امكن باش نشوفوا هاد التلميذات في واحد الوضعيه احسن من كانوا، من ناحيه دراسيه او من ناحيه توظيف او من ناحيه عمل في جهه من الجهات الى اخره. من ناحيه الموارد الماليه ديال الجمعيه، شنو هي الموارد الماليه؟ الموارد الماليه عندنا ولا جمعيه سميتها مؤسسه محمد الخامس للتضامن، تسمول لنا بعض يعني الافرشه، بعض اللي زور، بعض الى اخره، المواد تقريبا. ثانيا هناك سميتها الجماعه يعني ضريبه الذبح، تعطونا ضريبه الذبح، ثم الولايه، ثم التعاون الوطني اللي تيعملنا واحد المنحه خاصه،
باش يمكننا نتغلبوا على المصاريف، لان حنايا تقريبا عندنا موظفات، عندنا مدربات، عندنا عماله، عندنا طباخه، عندنا منظفات، عندنا الحراس. فحقيقه تيصعب علينا نتغلبوا على هذا الشيء لو كان ما كانش شويه الدعم، والدعم الكثير هما المحسنين. نعم، هادشي اللي بغيت نقول، يعني واش كاين شي دعم ديال اشخاص ذاتيين؟ كاين، كاين كثير والحمد لله. وهنا تتبان على ان المغرب الحمد لله مازال فيه، مازال نتمناو منه الخير، لان كاين بزاف ديال المحسنين، كاين الشهريين، وكاين ديال السنه، وكاين غير تنحتاجوهم تنعيطوا لهم. وكاينه وهاد الايام فاس سايس هي دعمتنا بواحد الثلاجه في المستوى، فالحمد لله ما عندناش مشكل نهائيا من الناحيه الماديه. استاذ بالنسبه للموظفين والعاملين شحال تقريبا كيتقبل ديالهم اللي كيتهضروا على الراحه ديالهم جالا مزيان؟ شحال تيتقاضاو؟ لا شحال العدد ديالهم؟ العدد عندنا جوج الحراس رجال تيتناوبوا الحراسه 24 ساعه على 24 ساعه على تيهذا. عندنا اربعه ديال العاملات وطباخه، اربعه ديال المنظفات وطباخه، وعندنا اربعه ديال المدربات، مدربات اللي تيشتهروا على 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 التلميذات وعلى النظافه ديالهم، الدراسه ديالهم، الدعم ديالهم الى اخره. بالنسبه للتمرس، واش كاين تمرس هنا داخل بين المؤسسه ولا كيتمرسوا برا المؤسسه؟ لا، تيمشيو المؤسسه ديال الامام مالك الابتدائي، وتيمشيو الاطلس وعمر الخيام في الاعدادي والثانوي، في الاعدادي والثانوي تيمشيو لبن هاشم المستشفين. وخصوصا المؤسسات ديال الدراسه، واش كتلقى شي تجاوب من لدن الاداره مع الحالات الخاصه ديال التلميذات والتكلفه؟ لا الحمد لله كاين تجاوب، تيفهموا الوضعيه ديالهم، وحتى الا كان شي وحده من حال فشويه، لان تتعرفوا حنا بالنسبه لنا تيهبطوا نهار الحد، لان تنحافظوا لهم على الحياه الاجتماعيه ديالهم. فالحد مثلا تيهبطوا عند الاهل ديالهم، تيكونوا في واحد الحياه مثلا واحد المربع ديال 40 سنتيم مثلا، 40 متر، 40 متر عايشين فيه 9 و10 ديال الدراري، ماشي ساهلين يماهم وباباهم. فحقيقة تنقاسيو معاهم الأمرين باش يعاودوا، باش يعاودوا يرجعوا لنا، يعني يعاود الاستقامة والآداب. ولا لا وبالنسبة للشعور ديال هاد المرتقبات التلميذات وخصوصا الأطفال، واش كتلقاو بلي عندهم واحد الإقبال اللي هما باغيين يبقاو جالسين معاكم، ولا أنهم كيحبوا يمشوا عند الآباء ديالهم؟ قليل اللي تيحب يمشي عند الآباء ديالو، قليل بزاف، اللي كانوا صغيورين بزاف، ولكن في الأخير ملي تيشوفوا النمط العيش كيف عايشين تيفضلوا يبقاو هنايا. أستاذ آخر كلمة اللي شفتي فينا من المنبر؟ أنا تنشكركم على الحضور ديالكم وعلى العناية ديالكم، وتنتمنى باش الناس يزورونا ويشوفوا ويدخلوا البسمة على هاد الدراري غير بالكلام، على الأقل بالكلام، لأن الدراري محتاجين الحنان بزاف، فاقدين الحنان نهائيا. فتنتمنى على الناس يعملوا واحد السويعة في الأسبوع ويجيو يعطيونا شوية ديال الكلام وشوية ديال الحنان لهاد التلميذات. زيد على هذا أننا تنعملوا لهم الدعم، الدعم في الدراسة ديالهم، عندنا مجموعات تقريبا ديال كاين اللي بالمجان وكاين اللي تنأديو عليهم، تقريبا عندنا شي كدا وشي 30 للناس اللي تيدعموا لنا التلامذة. مزيان الحمد لله، الحمد لله نتيجات نجاح تقريبا كدا 80%. تنشيط أسبوعي تيجي 3 مرات في الأسبوع، تيواكبهم في التنشيط في المسرح، في المسرح وفي وفي الشعر وفي القصة وفي الحكاية. عندنا نادي، عندنا نادي ديال الأنشطة، عندنا خاط نادي ديال الأنشطة.